في مصر العظيمه في ظل الانجازات العظيمه جدا اللي حضراتكم بتشوفوها دي، السيسي عشان خاطر يسيطر على حاله الانجازات اللي داخل مصر والناس الحسود، عين الحسود فيها عود، علشان عين الحسود اللي فيها عود دي ما تركزش مع مصر ومصر تتنظر بسبب فرط الانجازات اللي عندنا، قرروا ان يعملوا حاجه لطيفه جدا، يستعينوا بحسن شاكوش. عارفين انتوا مش عارف بنت الجيران واخدانا انا عينيا؟ هو قال لك، قال له يا حسن من اجل عينيك دي وعيون الناس الاعداء اللي بره، احنا عايزين يا حسن يا شاكوش نستعين بيك وبمراتك الجديده يا حسن يا شاكوش عشان هتكون بديل حسام وشيرين. يخرج لك في ظل الانهيار الاقتصادي ده، يخرج لك بفناكيش يخلي انتباه الناس يركز معاه. قال مرسي على قوائم الارهاب، يوسف القرضاوي على قوائم الارهاب، ابو تريكة على قوائم الارهاب، حركات المتغمسه بخيانه علشان ياخد انتباهك باي شكل من الاشكال، يوديك لحته بعيده خالص عن الاحداث اللي بتحصل. صورة لطيفة جدا تليق بأنصار عبد الفتاح السيسي. فاضل بقى خلاص بقى يقول لك، يعني الإعلان اللي جاي إن شاء الله كده هيقول لك سطوح الواد حمادة، ورا سطوح الواد حمادة أو فوق سطوح الواد حمادة والكلام ده كله. على فكرة الوضع اللي في مصر الآن، الصورة دي دليل قاطع على ما يحدث في مصر. إزاي دليل قاطع على ما يحدث في مصر؟ فكرة العتة اللي أصاب مصر في كل شيء، في المجال الاقتصادي ده كنتوا شايفين في مؤخرة دول العالم، في المجال الصحي ما عندناش صحة باعتراف السيسي، في المجال التعليم ما عندناش تعليم وبيننا وبين التعليم ربنا، في مصافي دول العالم وفي ذيل الأمم في التعليم وفي نهضة العلم والبحث العلمي اللي بيحصل في مصر. الوضع وصل في مصر لفكرة اني عارف انت الناس اللي في ذمة الله، هنحطهم على قوائم الإرهابيون. أي والله هنحطهم على قوائم الإرهابيون. فتتفاجأ النهاردة القضاء الشريف النزيه اللي هو انت كمصري تفخر ان عندك قضاء شامخ بالشكل ده، تخيل النهاردة وضعوا لك اسم الدكتور محمد مرسي على قوائم الارهاب، والدكتور يوسف القرضاوي على قوائم الارهاب، والدكتور عصام العريان على قوائم الارهاب، ومحمد ابو تريك، سيبك محمد ابو تريك ده معانا حي يرزق، انما راح جابوا لك ناس في ذمة الله ووضعوهم على قوائم الارهاب. ما تعرفش ليه اللي هو، يعني هل المقبره بتاعتهم بتشكل خطر على امن القوم المصري؟ الحقيقه هنا في مؤامره على عبد الفتاح السيسي. هتقول لي مؤامره على عبد الفتاح السيسي ازاي؟ هقول لك انا ليه ما حطوش اسم سيد قطب لغايه دلوقتي على قوائم الارهاب؟ ده امر خطير جدا. هذا الامر يضر بالامن القومي المصري، لابد من وضع اسم سيد قطب وحسن البنا على قوائم الارهاب. مش احنا الدوله العظيمه جدا جدا اللي بتحط الـ 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 الاموات اللي هم الناس اللي في ذمه الله بنحطهم على قوائم الارهاب؟ يا جدعان دول الناس في ذمه الله، مفيش الكلام ده مع نظام عبد الفتاح السيسي، اهطل واكتر نظام خائن عميل دس على الشعب المصري. فاكر انت قصه حسام وشيرين؟ فاكر انت القصه اللطيفه بتاعت حسام وشيرين؟ خلصنا منها؟ قديمه؟ مش نافعه تاني؟ ما ينفعش نروجها تاني؟ قال له ما ينفع، عندنا انهيار اقتصادي يا عباس كامل، نعمل ايه يا عبس؟ عبس واقف ورا السيسي كده وبيبص له، نعمل ايه يا نعمل ايه يا عباس؟ عندنا انهيار اقتصادي غير مسبوق يا عباس، احنا البلد اتباعت يا عباس بسبب بفضل انجازاتنا البلد اتباعت، انا يا عباس اول ما جيت مع لميس الحديد وابراهيم عيسى قلت لهم ان لا يصح ان مصر يكون عليها ديون داخليه وخارجيه تريليون و700 مليار جنيه، ده كان كلام السيسي. بمنتهى الوضوح احنا بنتكلم في دين يصل الى 1.7 تريليون جنيه. هل مقبول ان احنا دخلي وخارجي هل ده مقبول ان احنا نسيب الدين ده للقادم الاجيال القادمه؟ النهارده وزير الماليه بيقول ان على مصر فوائد قروض بعد 10 سنين من الانجازات. خد بالك كلام السيسي كان اثناء ثوره يناير وحكم الاخوان والمؤامره التي كانت تمارس على مصر والانهيار. طب خلاص مشينا بتوع الانهيار، جبنا بقى بتاع الانجازات. فبعد بتاع الانجازات بقى نفس الرقم اللي السيسي بيقول على مصر ده ديون خارجيه وداخليه، نفس الرقم بقى فوائد ديون بس، فوائد ديون بس غير الدين الاصلي اللي تخطى السبعه تريليون جنيه، سبعه تريليون واكتر. فالمهم السيسي قاعد مع عباس كامل قال له يا عباس الدنيا زغطت مننا ووسعت وانهارت وخربت يا عباس، خربت عشان فهمناها سليمان يا عباس. قام عباس كامل قال له يا ريس بما ان موضوع حسام وشيرين ما نفعش، قال انا هطلع لك حسن شاكوش ومراته، حسن شاكوش ومراته.
فطلع لك حسن شاكوش ومراته بقى الترند دلوقتي، وإذ فجأة حسن شاكوش يتم تسريب المحادثات الشات بتاعته وبتاعته، شغل عبيط لدولة نظامها أعبط لشعب للأسف الشديد مش راضي يبص على الأسفورة الحقيقية، هي إن بلده بتتباع. فما فيش أمام المخابرات والسيسي غير شغل الفناكيش، فنكوشة حسن شاكوش والفنكوشة التانية إن يحط لك محمد مرسي ويوسف القرضاوي وعصام العريان والناس اللي بذمة الله يحطهم لك على قوام الإرهاب. يا عم خلاص، يا عم مرسي كان بيتخابر مع قطر خلاص، ويوسف القرضاوي كان في قطر وهو اللي كان بينقل رسائل مرسي خلاص، خلصنا من القصة دي كلها. الاثنين ماتوا، الاثنين في ذمة الله، خلاص بقى يعني خليك نظام عند اللي نفض أبو اللي جابه جدك، شيء من حمرة الدم، من حمرة الفهم، من الإدراك، من احترام حتى لبراس اللي بتأيدك، يعني احترم لبراس اللي بتأيدك. لا حط لك مرسي والعريان ويوسف القرضاوي على قوام الإرهاب ومحمد أبو تريكة كمان على فكرة، علشان كده كنا بنقول مرة واثنين وعشرة أبو تريكة مش هيرجع. ليه؟ لأن أبو تريكة مدرك قد إيه النظام ده نظام خسيس، وإن عبد الفتاح السيسي أخس من أخس وأخس من نتنياهو. محمد أبو تريكة عشان كده ما فكرش يرجع، ومش هيرجع، لأن محمد أبو تريكة شئت أم أبيت، شئت أم أبيت، هو عبد الفتاح السيسي عارف إن شخصية من شخصيات زي محمد أبو تريكة مش شخصية بتخضع. يعني شخصية ما ينفعش إن هي تتركب بمعنى الأصح، مش زي محمد صلاح، محمد صلاح بينفع يتركب. عشان بص يعني محمد صلاح بينفع يتركب. انما ابو تريكه ما بينفعش يتركب شويه، فقال لك حط لي ابو تريكه بقى على قوام الارهاب وحط عشان توريك ده ان هذا النظام لا يجوز معه اي تصالح، راح يحط هؤلاء على قوام الارهاب وعنده حوار وطني، ولا حوار وطني ايه؟ ده اللي رايح ده اللي بترعى الحوار الوطني راح اقتحموا بنته وشمعوه لها. وضع في مصر يوريك على فكره كل اللقطات دي كلها ما هي الا هروب من الواقع المؤلم اللي بيعيشه الشعب المصري. ايه بقى الواقع المؤلم؟ الانهيار الاقتصادي اللي بيحصل في مصر. وزير النقل كامل الوزير خرج امبارح يقول لك ايوه الشعب المصري 100 مليون دول ما لهمش لازمه، احنا بنعمل قرض جديد بميزانيه جديده ب 2 مليار دولار او يورو علشان هنعمل قطارات ثانيه للعاصمه الاداريه في الصحراء. يا عم البلد اتباعت يا سيد الفاضل، سيبك من الابراص الالكترونيه السيساويه او التساويه ايا كان اسمهم، سيبك منهم بيطبلوا لكم، دي براس ماجوره اصلا اسرائيل مجنده هؤلاء. يعني البورس السيساوي النتن اللي بتلاقيه يطلع يتطول ده اعرف ان هو اصلا مجند. يعني ايه مش مجند في القوات المسلحه المصريه؟ لا ده مجند، ده بياخد راتب، في راتب بيستلمه اخر الشهر مقابل انه يطلع نطع، يطلع السيسي باع بيتك يد وشرفك فيطلع يسقف ويقول لك تحيا مصر. ليه؟ عشان السيسي يتمادى يشعر ان له انصار وهم براس مموله على مصر، بياخدوا راتب بياخدوا مقابل، بالظبط زي الذباب الالكتروني بتاع محمد بن سلمان وزي الجراد الالكتروني بتاع محمد بن زايد، في براس الكترونيه بتأيد السيسي. يتأيد السيسي بقول لك لو باع شرفهم بيطلعوا يطبلوا له وينافقوا له. فوزير النقل في الوقت اللي مصر اصلا يا جدعان احنا اترهنا، يا جماعه احنا كبلد اترهنا، مصر دي دوله مرهونه. يعني ايه دوله يعني دوله الان لا تملك قرارها، دوله الان ملهاش سياده على قرارها. المصريه للاتصالات شركه وي بتاعه المخابرات اللي عملوها من 3 سنوات ما قدرت ما اتصرف عليها مليارات وترتب عليها خسائر غير مسبوقه لشركات الاتصالات سواء اتصالات او موبينيل او فودافون، فاكرين حضراتكم الواقعه دي؟ وقدرت عشان هي شركه المخابرات تستحوذ على قطاع كبير جدا من السوق المصري. طب في الاخر بيتم اعلان بيعها سعر السهم 22 جنيه يا بلاش، ببلاش الا ربع. الكلام ده مش كلام، ده اعلام السيسي بنفسه اهو ووزير النقل بنفسه. فيخرج لك وزير الماليه يقول لك احنا حلوين، يا عم احنا بنتباع، يا سيد الفاضل احنا بنتباع، الشعب المصري جسدا بيتباع، الارض اتباعت والشركات والمصانع وكل حاجه اتباعت من اجل ان بعمل كوبري واطار في العاصمه الاداريه الصحراء الجرداء التي لا نبت فيها ولا ماء ولا حياه. البلد اتباع، نظام خاين وعميل وشعب للاسف مش مدرك اللي بيوحك ضده. سلام عليكم.